انا رنا عبد اللطيف، تاني مره اطلع في فيديو مع وايرز، وبجد انا اي او ماي لايف، حياتي كلها تقريبا كانت في ايد وايرز، وانا بجد فرحانه جدا ان انا اتعاملت معاهم. كان كل حاجه راحت من كان اللابتوب حصل فيه كراش، فكان عندي ريسك ان انا كل الداتا بتاعتي، جرافيك ديزاين ورك، اي صور عندي من زمان كنت بحط كل حاجه، كان اللابتوب بتاعي اصلا ده الباك اب. يعني انا كان في حالة دمار نفسي ومعنوي، كل حاجة كانت هتروح. وكنت رحت المكان قبل كده المفروض ان هو موثوق فيه، يعني حاول يصلح لي اللابتوب بس معرفش، وقال لي ان مفيش امل اصلا، وكان قال لي حاجة تاني خالص كانت غلط في اللابتوب. بالصدفة افتكرت وايرد اللي كنت لسه معاهم من اسبوع بقول رأيي فيهم لأول مرة، وI contacted them من through Facebook، وبجد انا ما ندمتش خالص. احسن معامله تقريبا اتعاملت معاها، وبروفيشنال جدا والحمد لله عرفت ارجع كل ماي داتا، واربع ساعات من اصعب ساعات في حياتي، بس فعلا 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 يعني very professional. thank you so much.